المؤشر دول المنظمة 33 الأكثر تطورا في العالم، ويشير لأي تحول في اقتصاد المنطقة فضلا عن اقتصاد كل دولة على حدة. للمزيد حول تطورات الأسواق العالمية معنا من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ABS Securities نور الدين الحموري. أهلا بك معنا نور الدين. في البداية نبدأ من آخر بيانات صدرت من الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي وتأثيرها على الدولار، بالتحديد ضعف زيادة الأجور في الولايات المتحدة. كيف يمكن أن ننظر إلى هذا الموضوع؟ نعم، نفس السيناريو الذي حصل في اليابان ونفس السيناريو الذي حصل في المملكة المتحدة يعود مرة أخرى أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي انخفاض الأجور وبشكل بعيد جدا عن التوقعات. على الرغم من أنه كان شهدنا نوع من التوقعات الإيجابية لهذه الأجور، إلا أنها أتت مخالفة جدا للتوقعات، وعدنا مرة أخرى للانخفاض إلى أدنى مستوى منذ العام 2012. وفي نفس الفترة من العام 2012 أيضا عندما انخفضت الأجور إلى 1.65% قام الفدرال الأمريكي مرة أخرى بالإعلان عن التيسير الكمي. الآن وبعد هذه الأرقام أو حتى الأرقام الشهرية انخفضت بأسوأ وتيرة منذ 9 سنوات، هذه الأرقام تؤكد من جديد أنه من الفدرال الأمريكي لا يمكن أن يقوم بأي عملية رفع أسعار فوائد، لا سواء في الوقت الحالي على الأقل بالربع الأول أو حتى في الربع الثاني، وقد نشهد قد لا نشهد أي رفع لأسعار الفوائد خلال العام الجاري في ظل انخفاض التضخم، تراجع الاقتصاد العالمي وتراجع الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى أيضا خلال الفترة الماضية. لذلك الحديث عن رفع أسعار الفائدة الآن لا يعتبر واقعي بأي شكل من الأشكال. طيب، هذا كيف سيؤثر على مجموعة من الأصول، بداية العملات الدولار وثم نتحدث أيضا عن الذهب، لأن الذهب ينظر إليه طبعا كملاذ آمن، مازال يستفيد من الضعف صحيح في الأسواق الأخرى، ولكن وكأن الدولار يدع سقفا على ارتفاع الذهب مع الآن زيادة التوقعات بأنه لن يكون هناك رفع للفوائد. ما هو وضع الذهب؟ نعم، الذي يحصل في الأسواق مرة أخرى من جديد، كل الأسواق كانت تسعر المزيد ورفع لأسعار الفائدة خلال وقت قريب، لكن كل يوم بعد يوم تأتينا أرقام مفاجئة تخالف ما يتحدث عنه الفدرال الأمريكي. يوم الجمعة كانت صدمة للأسواق بالرغم من أنه تمت إضافة 252 ألف وظيفة، بالمناسبة حتى أرقام الوظائف عندما انخفضت أو معدلات البطالة انخفضت بسبب انخفاض البارتيسيبيشن ريت أو نسبة المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوى لها في 36 عام. لذلك يوم بعد يوم عم نشهد نوع من المفاجأة للأسواق. الدولار الأمريكي اليوم صباحا بدأنا الارتفاع بشكل كبير، لكن عدنا مرة أخرى الآن أمام معظم العملات العالمية، الآن يسجل تقريبا خسائر أمام بعض أو معظم العملات العالمية. لذلك الآن حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل كل مفاجأة سلبية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستغير الاتجاه نحو الدولار الأمريكي تدريجيا. هذا الشيء سيؤدي أيضا مرة أخرى إلى نوع من الدعم بالنسبة لأسعار الذهب من جديد، أسعار أيضا الفضة. الذهب اليوم وصلنا إلى 1230 دولار على إثر حديث عن خروج اليونان أو احتمالية أن تخرج اليونان بشكل مفاجئ من الاتحاد الأوروبي. لذلك الدولار الأمريكي كما ذكرنا بداية العام تعتبر إيجابية، لكن لن نستمر مع الإيجابية لفترة طويلة حتى تيقن الأسواق بأن الفدرال الأمريكي لن يكون بوسعه رفع أي أسعار سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الأخرى حتى. طيب نور الدين، لفتني في توقعات الـ OECD أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه سيظل الوضع مستقر في هذه الدول بالرغم من فقدان ألمانيا قوة الدفع في أوروبا. هل اليوم بالفعل ألمانيا فقدت قوة دفع الاقتصاد الأوروبي؟ بالتأكيد هي ليست فقط ألمانيا، ألمانيا أصبحت الآن متعبة من ما يحصل في الاتحاد الأوروبي. الآن لدينا الانتخابات اليونانية خلال نهاية يناير المقبل، المرشح القوي الآن ذكر خلال الساعات الماضية أنه بمجرد ما يتم انتخاب رئيس للجمهورية سيقوم بطلب الخروج من الاتحاد الأوروبي ولن يعيد أي أموال بالنسبة لألمانيا. ألمانيا عادت لتصرح مرة أخرى أنها مفتوحة على أن تكون هناك في مفاوضات، لذلك الآن هي لعبة سياسية من جديد. هذه أول الأمور. الشيء الثاني والشيء الآخر أيضا أن البنك المركزي إلى الآن يعني متشدد جدا في عدم الدخول في أي تيسير كمي. هذا الشيء يعتبر نوعا ما بنظرنا على الأقل يعتبر إشارة صحيحة، لأنه لا نريد أن نعود مرة أخرى إلى قصة التيسير الكمي، وأنه استمرار التيسير الكمي سيؤدي إلى نتائج سلبية كما يحصل الآن في اليابان وكما حصل حتى في الاتحاد الأوروبي. لدينا 7 سنوات من التيسير الكمي لم نصل إلى أي أدنى حد مثلا من معدلات النمو، سواء أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء، ومنذ أن تم وقف التيسير الكمي عاد الاقتصاد للتراجع.
الآن هي فترة العام 2015 ستكون فترة نوعا ما عصيبة في ظل وجود التغير الجذري في الاقتصادات، في ظل تراجع الاقتصاد العالمي سواء في آسيا سواء في أوروبا، والآن بدأنا نشهد في الولايات المتحدة الأمريكية. الأسبوع الحالي أرقام التضخم الأمريكية ستشكل نوع من الاتجاه الموسع في الأسواق، فيما لو شهدنا بالفعل استمرارية بانخفاض التضخم سنشهد المزيد من الانخفاضات سواء في أسعار النفط، أيضا سنشهد المزيد من الانخفاضات في الأسواق المالية وأيضا في الدولار الأمريكي، جميعها ستكون في اتجاه واحد في ظل وجود غموض من مما يصرح به من قبل البنوك المركزية أنها إيجابية جدا على الاقتصاد، لكن على أرض الواقع الأمور تختلف تماما عن ما يتكلمون عنه. وبالفعل نور الدين حتى جولدمان ساكس يعني يخفض توقعاته للنفط، ويبدو أننا مستمرون في تراجعات أسعار النفط حتى إلى مستويات ربما أقل مما كان متوقعا. شكرا لك كبير ستجيي الأسواق في ABS Securities نور الدين الحموري.